طب ولكن هل وفقا لتلك المجاميع تنسيق الجامعات سينخفض في هذا العام؟ بالطبع بالطبع. وهم دلوقتي بدأوا يعملوا الحكاية دي، لكن المستفيد منها مين؟ اللي هو التعليم الخاص. لكن التعليم الخاص برضك لو قلنا هيستفيد منها، لكن عدد الجامعات، لأن احنا بنشتغل هنا السياسة التعليمية أو سياسة إقامة الجامعات الخاصة، تقام على أساس الرغبة في جباية المال، لا على أساس الموازنة بين الخريجين ومجاميع الخريجين وحاجة سوق العمل للخريجين. ولذلك على رأي المثل البلدي اللي عندنا، طمعانجي بنى له بيت فلسانجي قعد له فيه. ما انت عارف الحالة الاجتماعية والاقتصادية بتاعت المجتمع المصري ومعظم طلاب الثانوية العامة، من يقدر على أن يعني يدخل ابنه علشان يعني فرق درجات بسيطة يدخلوا كلية يعني أقل حاجة من الأجور المعروضة حاجة واربعين ألف جنيه، حاجة وخمسين ألف جنيه، فضلا بقى عن إن اللي عايز يدخل طب دوت بقى يعني يدفع 190 ألف جنيه، هجيبهم منين 190 ألف جنيه ده في السنة الواحدة؟ فطبعا هنا ده بيأتي على إن الطلبة نفسها لصالح ما يحدث هو لصالح التعليم الخاص. طب كيف ترى دور الجامعات الخاصة في دعم العملية التعليمية؟ هل هو دور إيجابي أم سلبي؟ والله هو الجامعات الخاصة التجربة بتاعتها عندنا في مصر تجربة يعني غير حميدة، ليست كما في الدول المتقدمة تعليميا وبتبحث دائما عن ترتيبها في السلم التعليمي أو في مستوى الجودة على مستوى العالم. معظم الدول المتقدمة تعليميا بتبحث دائما في أين أنا في مقياس الجودة العالمي بالنسبة للتعليم.